السلام عليكم، معك جيمي عادل، بطل مغربي وبطل عالمي في رياضة الجيدو. ودابا لحد الآن أنا كنقوم بدور كمدير رياضي لبعض الأندية في المغرب ومؤطر ديال لي كوتش وفورماتور، وكونا مجموعة من المدربين المغاربة الحمد لله في هذه رياضة فيتنس. خويا أنا في المحكمة دابا، حتى عندي واحد الجلسة ديال الطرد التعسفي وتعرضت للنصب، تعرضت نصب من طرف واحد المشغل، ودابا انا في المحكمه عندي جلسات معاه وعندي جلسات بحث ان شاء الله اليوم، والقضاء غادي ينصفني ان شاء الله. انا اللي طري مع المشغل هو اني بحال كتقول تشمت، وانني هذا الشخص هذا نصب عليا بوعود كاذبه، وانه استغل الاكسبيريونس ديالي واستغل بزاف ديال الامور اللي انا عندي، وطلب مني شي حوايج نقدمهم ليه بحال باز دو دوني ديال الكلوب اللي كنت فيه انا 15 سنه وانا خدام فيه، وامتنعت والحمد لله تبت الجداره ديالي في الشغل معاه لمده الكونفينمون كامله، حد انه شغلنا في شي حوايج كاع اللي ما كنتشغلش فيهم انا، واشتغلت فيهم من بينهم البناء، الصباغه اكسيتيرا. ولكن الحمد لله حنا ما كاينش مشكل، وما تخلصت بوندون من شهر ثلاثه، ما تخلصتش حتى لشهر سبعه وتعرضت للطرد. انا كبطل كنحس براسي بالامان، وكنحس براسي ان القانون واخد لي حقي، واني في بلاد الحمد لله فيها لا سيكوريتي. سوف كو فوالا، بحال هاد الخروقات ما خصهمش يبقاو يدارو، وبحال هاد المشغلين هادو خصهم نعرفهم شكون هما وعلاش هما هنا وشنو الاهداف ديالهم، وخاص الناس تدوي على راسها ما تبقاش تسكت الا تعرضت للظلم، ماشي تدوي في الخوا، الا تعرضت للظلم من طرف شي شخص انا خصها تدوي وغتاخذ حقها، حيت القانون كيسمع لكل شيء والمحكمه كتسمع لكل شيء، الامي والواعي. البروجي ديالي ان شاء الله، انا خدمنا واحد البروجي باغي ندير صال ان شاء الله في الجنوب، واقسم بالله هاد الفكره هادي ماشي كركب على شي موجه ولا شي حاجه، الفكره عندي بريسك شي 4 اون دابا، وديغنييغمون كنت في الداخله وعجبتني، وحتى الدوله عندها واحد كدعم الناس اللي كيديروا لي بروجي ديالهم تما المبتدئين، وسيرتو دابا الدوله ديالنا الحمد لله دايره انطلاقه، دايره بزاف ديال الحوايج، وباغي ننشر هاد الفكره ديال الفيتنس وديال الرياضه. الناس ديال الصحراويين خوتنا المغاربه ديالنا اللي تما، تما نهبطوا عندهم ونعطيهم الرياضه ونفيدوهم. كيف كنعرفوا ان الرياضه عندها واحد الدور على الصحه ديال الانسان، والمغاربه كلهم خصو يكونوا في صحه جيده.